ستاند باي اي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومشتركي قناة أجيال أندلس، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومشترك قناة أجيال أندلس الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنحل امتحان الجيزة زي ما عودناكم في سلسلة حلقاتنا في حل امتحانات المحافظات عشان نقدر نجيب الدرجة النهائية في الدراسات الاجتماعية. عندنا خريطة قدامنا، أمام خريطة صماء لمصر، اكتب مدلول أرقام عليها. أول حاجة البحر المتوسط. البحر المتوسط. اثنين خليج السويس. السويس. ثلاثة منطقة استخراج الحديد الواحات البحرية. الواحات البحرية طبعا لو جت على نهر النيل تبقى السبعية. أربعة الصحراء الشرقية. مشروع تنمية زراعية شرق العوينات. شرق العوينات. ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ الموارد الطبيعية هي الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد في تكوينه. تمام. الجفاف ندرة الأمطار مما يدل الأنشطة الزراعية. تمام. الصناعة الاستخراجية هي الصناعة التي تستخرج من باطن الأرض. يبقى دي الصناعة الاستخراجية وهي عبارة عن إيه؟ حد عنده تعريف أقوى من ده شوية؟ الصناعة الاستخراجية ها؟ هي استخراج المواد الخام من المناجم. تمام. زي صناعات كتيره جدا بنعملها، عارفينها زي ايه؟ زي الحديد والفوسفات والمنجنيز. طيب كل ده حاجات استخراجيه. اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير صحيحه، وقلنا بلاش العلامات، نعمل الكلمات اللي هو صواب او خطا. يعتبر نهر النيل اهم مصادر المياه العذبه. صواب. يستخرج الذهب من منطقه ام بجمه. خطأ لان ايه هيبقى من منجم السكري. يوجد الغاز الطبيعي في حقول مستقلة او مصاحبة البترول. صواب. البطالمة هم خلفاء الاسكندر الاكبر. صواب. يوجد حصن بابليون في القاهرة. صواب. ده بالنسبة للجزء اللي هو اكتب كلمة صواب او خطأ. نيجي بقى لسؤال سبب ليه اهمية الفوسفات. ما لمكس على الفوسفات؟ لانه يستخدم في صناعه الاسمده الزراعيه والمبيدات الحشريه. والمبيدات الحشريه طبعا، ودبغ الجلود، عارفين الراجل والبيروسول والحاجات دي كلها من الفوسفات. ايه السؤال اللي بعده؟ ها اقراه. بما تفسر تسميه الكنيسه المعلقه بهذا الاسم؟ تسميه الكنيسه المعلقه بهذا الاسم ليه؟ لانها اقيمت على جدران برجين كبيرين من ابراج الحصون الرومانيه. ايوه، لانها اقيمت على جدران او بقايا اللي هو ايه؟ ابراج اللي هو الحصون الرومانيه. تمام. نيجي بقى للسؤال اللي بعده. اهم مصادر الطاقه النظيفه. الشمس. تروى اراضي شمال سيناء عن طريق ترعه السلام. برافو. يعد النقل اسرع وسائل النقل هو ايه؟ الجوي. يعتبر نقط اعلى نصب تذكاري في اسكندريه عمود ايه؟ السواري. قول لنا السيد المسيح في مدينه بيت لحم في فلسطين. على صوتك شويه. فين؟ فلسطين. طيب ما النتائج المترتبه على القاء مخلفات المصانع المياه؟ تلوث المياه وتلوث البحار، وفي نفس الوقت موت ايه؟ الاسماك. كثره الشعاب المرجانيه ادى الى عدم قيام المواني، وفي نفس صعوبة ايه؟ الصيد في البحر الأحمر. يبقى ما النتائج المترتبة على كثرة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر أدى إلى صعوبة الصيد في البحر الأحمر وصعوبة إقامة ايه؟ المواني. برافو عليه. ها ما النتائج المترتبة على معركة أكتيوم البحرية؟ وانتحرت الملكة كليوباترا وحليفة أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية، وأصبحت مصر ولاية رومانية. اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية. عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي. تكرير البترول عملية التكرير. اتحاد اقتصادي يضم دول شرق وجنوب شرق أفريقيا وعددهم 20 دولة. اتحاد الكوميسا. طيب عملية البيع والشراء وانتقال السلع. التجارة. دار العلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات. الجامعة. امبراطور سمي عصره بعصر الاضطهاد الأكبر. دقلديانوس. ماذا يحدث إذا لم يتم بناء السد العالي؟ وجود الفيضان والجفاف وعدم حماية مصر. أيوه، عدم حماية مصر. طبعا السد العالي حمى مصر من الفيضان والجفاف. طيب ماذا يحدث إذا لم يصدر قسطنطيني الأول مرسوم ميلان؟ لم يتم إلقاء العقوبات وعدم وعدم إيه؟ الاعتراف بالديانة المسيحية. يبقى لم يتم إلغاء العقوبات ولم يتم الاعتراف بالديانة المسيحية. ده كان
امتحان الجيزة وسهل جدا، وان شاء الله هيجي لكم الامتحانات بنفس الطريقة كده، ودايما الامتحانات بتاعتنا في قناة اجيال اندلس هيجي منها الامتحان ان شاء الله لنحصل على الدرجة النهائية. انتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله من منهجكم الصف الخامس الابتدائي في الدراسات الاجتماعية على قناة اجيال اندلس. اشترك في القناة حتى تصل كل جديد، وفعل الجرس حتى تصل جميع اشعاراتنا، وكل اللي انت عاوزه هيكون موجود في موقعنا الرسمي اسفل الفيديو في موقع اجيال الاندلس. كان معكم اسامه رزق واجيال في امان الله، مع السلامه.